تعالوا نرجع تاني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، وزي ما قلت لكم الاحتفالات النهارده مش هتخلص، وهتفضل رايحين جايين على منتخب كرة اليد، رايحين جايين، ناس بتفرحنا، ناس بتخلي رقبتنا في السماء، فما نسيبهمش ونروح نتكلم في حاجات تانية، نقعد نحتفل بيهم طول اليوم. معايا عبر الهاتف واحد من الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة اليد المصرية، الكابتن الكبير كابتن أيمن صلاح مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد. يا فندم صباح الخير ومليون مبروك. صباح الخير يا كابتن كريم، الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، متشكرين على الكلام الجميل ده، ربنا يكرمك حبيبي. النهارده الفرحه حلوه عشان فرحانين، فتحس في طاقه كده. طبعا احنا لسه واصلين والله الاوتيل، يعني لسه حالا الاوتوبيس داخل وواصلين الاوتيل، والناس كلها كانت بتحتفل بينا في الصاله، والجمهور كله كان فرحان، والناس كلها كانت فرحانه، ولسه راجعين لقينا برضو الناس في المسؤولين بتوع الاوتيل بتاع الاقامه بتاع الفرق الافريقيه عامل للفرقه كلها تورته. الله. يعني الناس كلها فرحانه الحمد لله. الله. الحمد لله ان احنا كنا سبب من اسباب الفرحه ليهم النهارده الحمد لله. عارف يا كابتن ايمن، من ايام جيلك انت شخصيا، وانا كنت لسه بقول الكلام ده من شويه، ميزه كره اليد المصريه ان اجيال ورا اجيال ورا اجيال، جيلك كان جيل ذهبي، بعده في جيل ذهبي، بعده في جيل ذهبي اخر. طول الوقت في اجيال ذهبيه، منظومه في منتهى النجاح بصراحه كابتن ايمن. والحمد لله، يعني ما فيش حد بيجي بيقول حاجه على اللي قبله، ولا لكن كله بيكمل المسيره، وكله بيكمل الشغل والجهد. يعني الحمد لله، يعني خلصنا خطوه احنا كنا عايزينها، لان احنا كنا ابطال افريقيا في تونس 2020، حافظنا على اللقب، اتاهلنا لبطوله العالم. عندنا بقى بعد كده شغل كتير جدا، لسه عندنا بطوله العالم بقى في السويد وبولندا. الاعلام النهارده الرسمي للاتحاد الافريقي، اللي هو حاجه جميله جدا، ان مصر برضو هتستضيف بطوله افريقيا في يناير 2024 المؤهله لباريس 24. يعني لك ان تتخيل انك انت انقذت بطوله اللي هي كانت في المغرب في يناير. صحيح. واتاجلت لشهر 4 ومفيش حد هينظمها، مصر انقذتها. واخذنا البطوله المؤهله للاولمبياد، وده جهد كبير من الدوله بجد، يعني لان هو الاشتراطات بتاعه الاتحاد الافريقي انا عارفها كويس. صحيح. ومتنها والاساس بتاعها لازم يكون في ريكومنديشن وموافقه وجواب تعزيز من الحكومه المصريه. عظيم. وده على طول طلع فورا من الحكومه المصريه، من الدكتور اشرف للدكتور مصطفى مدولي، وطبعا برئاسه القياده السياسيه، اللي الاستادات والصالات ما عندناش فيها مشاكل، يعني البطوله هتنظمها يعني. صحيح. الحمد لله يعني. صحيح. عارف يا كابتن ايمن، المنتخب واحنا بنتفرج عليه في كاس الامم الافريقيه احنا عارفين ومطمنين عشان اللعيبه الجوده بتاعته. دي مشكله. دي مشكله يا كابتن كريم. طب والله بجد. طب والله يا كابتن ايمن انا هقول لك حاجه، بس معلش انا اسف انا بقاطعك، بس هي مش مشكله، عشان احنا عايزين حاجه زي كده، عايزين واحنا بنلعب نبقى مطمنين وفرحانين. انت يعني في رياضات اخرى، مش عايز بس اعمل مقارنات، بنبقى قلقانين ومتوترين. ده الكلام اللي انا قلته لهم امبارح. قلت لهم انتم معودين وحسستوا الناس واديتوا الدافع ان انتم هتكسبوا. صح. وان انتم هتعملوا حاجه في بطوله عالم، يعني بطوله افريقيا بالنسبه لكم، يعني الناس بتقول بطوله افريقيا ضعيفه، هي مش بطوله افريقيا ضعيفه. لا، انت اللي جامد جدا. انت المستوى بتاع الفرقه الحمد لله كويس وفي تقدم، ان شاء الله خير. ما هو ده بقى سؤال يا كابتن ايمن بصراحه اللي جاي، هو احنا في كاس العالم، انت بترفع كل شويه سقف طموحاتي. انا دلوقتي ما بقتش عايز اخد مركز متقدم في كاس العالم، انا بقيت عايز اخد كاس العالم. انا مش مبالغ بس المفروض. طبعا انت في كاس العالم اللي كان في مصر هنا خرجت بضربات جزاء. صحيح. في الدوره الاولمبيه اللي كنا في طوكيو فيها احنا خسرنا ميداليه، مش كسبنا المركز الرابع. صحيح. وانا مصمم وبقولها لهم كل وقت، وهم حاسين ان هم خسروا ميداليه، يعني احنا خسرنا سيمي فاينل، لكن اللي كانت قريبه جدا ميداليه برونز في مباراه اسبانيا 100%. فان شاء الله ان شاء الله يعني ناخد بريك كده وجودنا، ونبتدي بقى نعد الاعداد كويس لبطوله العالم الجايه واللي بعديها كمان ان شاء الله. كابتن ايمن صلاح مدير المنتخبات الوطنيه لكره اليد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دايما مفرحينا ودايما فخورين بيكم جدا، زي ما دايما بتفرحونا نشيلكم دايما فوق الراس كل الناس اللي بتشتغل في منظومه كره اليد بصراحه.